الفارتين قوة تاعنا حتى حنايا ويعني ما قدروش يعملوا اي فارق، قدرنا نروحوا معهم حتى النهاية. وفي السبرينت 300 متر الأخيرة كانت عندهم صعوبة، اللي كانوا عارفين انه احنا قادرين نفوزوا، والقميص الأصفر عمل لقطة يعني المفروض ما يعملهاش، المفروض تكون روح رياضية، لكن هو في 300 متر الأخيرة حاول يسقطني لما مانع لي على اليمين. وانا هذيك اللي عطات يعني الافضليه للدراج نتاعهم.